أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التشاور المستمر مع كينيا من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، أعرب السيسي عن دعم مصر الكامل للحكومة الكينية في مواجهتها ضد الإرهاب. تواجه البلدان الشقيقان العديد من المخاطر المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتهديد المستمر من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة. وقد أكدت لأخي الرئيس كينياتا خلال مباحثاتنا اليوم دعمنا الكامل للحكومة الكينية في مواجهتها لهذه الظاهرة البغيضة، وعزمنا على تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة تلك الآفة التي أضحت تهدد المجتمع الدولي برمته. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى ما يقوم به الأزهر الشريف من دور هام كمنارة للفكر الإسلامي المعتدل، وفي نشر الأفكار والتعاليم الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة وتكثيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف.